في كثير من المشاهد رأينا الأسود كيف تهجم على الفريسة وتسقطها ضحية بين فكيها أمام القطيع الخاص بها دون أن يتدخل أحد لإنقاذها أو حتى للانتقام لها. هذا بشأن الأسود وجبروتها. لكن ماذا عن الكلاب؟ خصوصاً أن القردة كانت غريمها. سنشاهد اليوم ماذا فعلت القردة في الكلاب التي قتلت رضيعها. شهدت قريتان من قرى الهند بعض المشاهد المرعبة التي قامت بها قرود المنطقة، والتي أقدمت على قتل حوالي 250 كلباً بوحشية شديدة في خلال الأيام الماضية. وتعزى موجة الهجمات هذه إلى أن بعض الكلاب قد قتلت قرداً رضيعاً. وتأكدنا من أن القريتين في ولاية مهاراشترا الغربية، وأن القرود غضبت من قتل الكلاب لصغيرها وانتقمت له بأكثر الطرق الممكنة وحشية. وبحسب ما قال القرويون في المنطقة، فقد عمدت القرود إلى سحب الكلاب وجرائها إلى مناطق عالية أو إلى أعلى الأشجار والمباني ورميها من هناك لتموت. حاول السكان التدخل في هذه المشاجرة العنيفة لإنقاذ كلابهم، وهو ما تسبب لهم في بعض الإصابات المختلفة. وفي خضم كل هذا، عمدت القرود إلى سحب طفل صغير بعمر 8 أيضاً، وحاول السكان إنقاذ الطفل ولم يتمكنوا من ذلك، لكنهم رموا القردة بالحجارة وتعرضوا على إثر هذه الحادثة لكثير من الإصابات. وقد أكد السكان أن القردة قضت على جميع الكلاب في قرية فيل ولم تترك أياً منها على قيد الحياة. وبعد احتدام المعركة، اتصل بعض السكان بمسؤولي إدارة الغابات للقبض على القرود في المنطقة، حيث جرى إرسال مجموعة من الضباط إلى القرية، إلى أنهم لم يتمكنوا من الإمساك بأي منها رغم محاولاتهم الشديدة. فالسيطرة على القرود بهذا الوضع لم تكن ممكنة أبداً. ووفقا لستيفاني بيونديكستر، الأستاذة في جامعة سان بافالو التي تدرس الإيكولوجيا السلوكية للقرود، أظهرت الدراسات أن الحيوانات وخصوصا القرود لديها ميل شديد للانتقام، مؤكدة أن القردة عادة تميل إلى مهاجمة طرف ثالث له صلة بالمعتدي بدلا من المعتدي الفعلي. وقالت: في معظم الأحيان تحدث أعمال الانتقام هذه بعد وقت قصير من الهجوم. أظهرت بعض لقطات الفيديو التي شاركها الآلاف عبر الإنترنت مطاردات بين القردة والسكان الخائفين في الشوارع، وهو ما أثار خوفا كبيرا في مختلف القرى من هجوم مماثل لهذه القردة. ما رأيكم في هذا الانتقام؟ أدهشني صراحة هذا الرد من القردة، وأحببت أن أشارك الموضوع على طريقتي معكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب تقديرا لمجهودنا، وإذا أحببتم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة، فلدينا مزيد من الفيديوهات الشيقة. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله تعالى.